وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتقديم 100 مليون يورو لضحايا أسوأ موجة فيضانات تشهدها ألمانيا منذ 10 سنوات أثناء جولتها لتفقد المناطق التي دمرها الفيضان والذي أودى بحياة 12 شخصا في أنحاء شرق أوروبا. في أسوأ فيضانات منذ 10 سنوات غطت المياه مساحات من الأراضي بعد أن اجتاحت الفيضانات التي قتلت 11 شخصا وسط أوروبا واتجهت نحو ألمانيا، حيث أجبرت أكثر من 10,000 شخص على مغادرة ديارهم. وقال خبراء الأرصاد إن تراجع الأمطار سيساعد على انخفاض مستويات المياه في أنحاء جمهورية التشيك، لكن أجزاء من ألمانيا وسلوفاكيا والمجر ستتضرر في الأيام القادمة. وفي ألمانيا تم إجلاء نحو 10,000 شخص من منازلهم في مناطق منخفضة من ساكسونيا، وألاف الأشخاص الآخرين من أجزاء في بافاريا. ووقعت الوفيات 11 منذ مطلع الأسبوع في جمهورية التشيك والنمسا وبولندا وألمانيا، فيما تم الإبلاغ عن آخر 2 في بلدة جونزبيرغ على نهر الدانوب بجنوب ألمانيا. وقالت وكالة حكومية إنه من المرجح أن يتسبب ارتفاع منسوب المياه في تعطيل الملاحة في نهر الراين بجنوب ألمانيا حتى صباح الخميس على الأقل. وأعادت هذه الفيضانات إلى الأذهان ذكرى فيضانات عام 2002 التي أودت بحياة 17 شخصا وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم، وألحقت أضرارا بجمهورية التشيك بلغت 26 مليار دولار في أنحاء البلاد.